باب الجهاد والسير من صحيح البخاري رحمه الله، باب تمني الشهادة. ثم ذكر الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه، ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وذكر أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له، وقال: ما يسرهم أنهم عندنا وعيناه تبرفان. الله أكبر. ما يسرهم أنهم عندنا، أي لما رأوا من الكرامة بالشهادة فلا يعجبهم أن يعودوا إلى الدنيا كما كانوا من غير أن يستشهدوا مرة أخرى. سبحان الله، لما رأوا كرامة الشهيد لا يريدون العودة إلى الدنيا إلا للقتل في سبيل الله فقط. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يموت له عند الله خير لا يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. اسمع رعاك الله، فإن السعادة كل السعادة في نيل الشهادة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل بهم ذلك 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا ربي، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل المدر والوبر. وكان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شهداء أحد يقول: أما والله لوددت أني غودرت مع أصحاب فحص الجبل. والله ما عقمت أمة رباها رسولها على مثل هذه النصوص التي تؤز المؤمن عزا على الإقدام والتضحية. وفي المسند قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة ويضحك إليهم ربك، فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. الله أكبر، الله أكبر. اللهم ارزقنا أعلى درجات الشهداء واحشرنا إليك من حواصل الطيور يا أكرم الأكرمين. فلا عجب إذن أن ترى حياة الأصحاب مليئة بالأعاجيب في حب الإقدام والتضحية لها.